بيبدأ فيلمنا بشخص بيحكي عن قصة الأميرة ميلي اللي سافرت في السر من كاثاي لمملكة أميرة البجع علشان تحاول تدور على حل للعنة اللي صابت حبيبها شين بعد ما والدها الإمبراطور بمساعدة العرافة فانج حوله شين لحيوان، وقدرت الأميرة تكسر التعويذة بمساعدة أميرة البجع. لكن الحكاية ما انتهتش، لأن الأميرة ميلي طلبت من أميرة البجع أن هي تفضل في مملكتها وأنها تعيش هناك هي وشين حبيبها خوفا من والدها اللي ممكن يصيبه بلعنة تانية. وبتسألها أميرة البجع إذا كانت هتقدر تبقى مبسوطة وهي بعيدة عن وطنها ولا لا، فبتعيط ميلي وتقول لها عندك حق الموضوع صعب جدا، وتعرض أميرة البجع الموضوع على جوزها الأمير اللي بيوافق ويقرروا ان هما يسافروا مع بعض. وقدام السفينة بتودعهم والدة الأمير ديريك جوز أميرة البجع وبتقول لهم انها مش مطمنة من السفرية دي خالص. وعلى المركب بيظهر الأمير لي أخو ميلي وهو ماسك جايزة الموسيقى وبيدي مدرس ميلي هدية ليها عبارة عن طرحة فرح، وبتلبسها ميلي وبتتخيل هي وشين ان هما بيتجوزوا. وبتقول أميرة البجع انها مشتاقة تشوف اللحظة دي بتتحقق قدام عينيها. بعدها بيتفقوا ان هما لما يوصلوا لازم ميلي وشين يفضلوا في مكان سري في بطن السفينة. بتوصل السفينة وبيدخل لي على والده اللي بيستقبله بحفاوة كبيرة، وبيعرف لي والده على أميرة البجع أودات وجوزها الأمير ديريك. وبتقدم أميرة البجع هدية للإمبراطور عبارة عن قصيدة كتبتها الأميرة بنفسها، وبيطلب منها الإمبراطور ان هي تقولها. تبدأ أودات تحكي قصة ميلي على هيئة قصيدة، وبيفهم الإمبراطور ان اللعنة اتفكت وبيوافق على جوازهم. وبتتضايق جدا العرافة اللي بتسمع الكلام ده من ورا الباب، وبيروح الحراس يجيبوا ميلي وشين لكن مش بيلاقوهم في مكانهم. وبيقرر الإمبراطور ان هو يبعت الحراس يدوروا عليهم في كل مكان علشان يثبت لهم ان هو ندمان وانه موافق على جوازهم. وبنكتشف ان ميلي وشين هربوا بعد ما فقدوا الامل وافتكروا ان أودت فشلت تقنع الإمبراطور بجوازهم، وبيقرروا يروحوا مكان بعيد محدش يقدر يلاقيهم فيه. وهم ماشيين في الطريق بيحسوا بوجود العرافة فانج حواليهم فبيهربوا بسرعة، لكن فانج بتكسر الجسر وبيوصل ليه لأخته ويفهمها ان والدها وافق على جوازها من شان. وبتقابل ميلي العرافة فانج وتقول لها انت ليه مصممة تدمر علاقتي بشان، فبتقول لها العرافة انها بتحب شان وعمرها ما هتسيبه يتجوز حد غيرها. وبتحول فانج ميلي لست عجوزة وتحول نفسها لميلي. بترجع فانج متنكرة في ميلي للإمبراطور اللي بيحضنها، وبتفضل تشكره ان هو وافق على جوازها من شين. شين كمان بيشكره على مباركته للجواز، وبياخدهم الإمبراطور يفرجهم على لوحة مرسوم عليها أجدادهم، وبيطلب الإمبراطور من شين انه يبقى رسام البلاط الملكي. بيوافق شين، وبيدور الإمبراطور على فانج، فبتجري بسرعة ميلي تطلب منه ان هي ترتاح علشان تعبانة جدا، وتخرج بره وتتحول ميلي لفانج وترجع تاني ليهم. وتقول فانج ان مامة الامير ديريك تعبانة جدا وانها شافت ده في اوراق الشاي بتاعتها اللي عمرها ما بتكذب. بيقرر بعدها الامير ديريك الرجوع للبيت، وبتروح الاميرة ميلي الحقيقية لأوضة قدام اليخت وتحاول تتكلم معاها وتقول لها صدقيني، لكن قبل ما بتكمل جملتها بيجي الحارس ياخدها بعيد وبيعتذر لأودت. وتفضل أودت تفكر في الست العجوزة اللي قابلتها وتقول لديريك انها حاسة ان الست دي مألوفة بالنسبة لها. بيظهر بعد كده الروح سكالي للأمير والأميرة مرة واحدة ويقول لهم ان يوبرتا مامة ديريك كويسة وهي اللي بعتته يطمن عليهم، وبيعرفوا ساعتها ان فانج كذبت عليهم. وبيروح سكالي يقول كل حاجة ليوبرتا اللي بتقرر ان هي تسافر لهم علشان تساعدهم. بيرجع ديريك وأودت مرة تانية عند الإمبراطور ويقابلوا ليه اللي بيدخلهم مكان يوريهم فيه لهب مشتعل من قرون، وكمان بيقول لهم إن فانج أكيد ناوية تستخدمه للشر وما ينفعش حد يخمد اللهب ده غير والده، ووالده أكيد مستحيل يشك في فانج. وبتسمعهم فانج من بعيد، وبعدها بيروح لي وديريك وأودت لمخبأ فانج. بيهاجم عنكبوت كبير ديريك وأودت ولي بيدخل ينقذهم وبيهربوا بسرعة من المكان. بتوصل يوبرتا متنكرة في زي مغنية، وبيروح الأمير والأميرة ليها يطلبوا منها ان هما يتكلموا مع بعض على انفراد، وبيتفقوا سوا على الخطة اللي هيكشفوا بيها للإمبراطور حقيقة فانج. بعد كده بتروح ميلي المزيفة لشين وتطلب منهم يسرعوا في الجواز وتقوله ان فانج ناوية تبوظ حفلة جوازهم. وبتقول للإمبراطور انا عارفة انك كان نفسك في حفلة كبيرة احسن من كده وضيوف كتير، لكن فانج هتدمر كل ده.
وبيطمنها الإمبراطور ويقول لها أنا عمري ما هسمح بكده أبدا. بيطلب الإمبراطور من المساعد بتاعه يلغي كل دعوات الفرح، وبيروح ديريك وأوديت يدوروا على الست العجوزة اللي قابلوها قبل كده، لأنهم فهموا إن هي تعرف حاجة أكيد هما ما يعرفوهاش. وبنلاقي يوبرتا بتروح للإمبراطور وبتعرفه على نفسها على إنها مطربة عالمية، معاها المساعد بتاعها، وبيطلب الإمبراطور من فانج تاخد المساعد وتفرجوا على اللهب المسحور. وبيعرض الإمبراطور على المطربة إن هو يوريها تماثيلهم المميزة، وبتفرج الساحرة مساعد يوبرتا على اللهب وبيطلب منها توريله حيل سحرية، فبتقسمه نصين وبترجعه تاني. بتروح الطباخة بتاعت الإمبراطور بعد كده تشتري خضار من السوق، وبتشوفها ميلي وبتحاول تقنعها بحقيقتها، لكن الست مش بتصدقها وبتفتكرها ست عجوزة كركوبة بتخطرف، فبتديها تفاحة وبتمشي. بيلاقي ديريك وأوضت الدليل على إدانة فانج، وهي عبارة عن صورة الفانج بتبوس شن، وبيقرروا ساعتها إن هم يوروها للإمبراطور. وأخيرا بتقدر أوضت ومعاها ديريك يلاقوا ميلي، لكن قبل ما تعترف لهم بتظهر فانج على هيئة ميلي وتبين لهم إن دي ست عجوزة بتدعي إنها ميلي، وبتأمر المدرس ياخدها للكوخ الملكي. وبتبدأ أوديت وديريك يشكوا في شخصية ميلي المزيفة، وبالفعل بيشوفوا فانج وهي بتتحول وبيعرفوا الحقيقة. وبعد ما بياخد المدرس ميلي للكوخ بيقول لها أنا مش بلومك، أي حد في الدنيا دي يتمنى يكون ميلي، دي أجمل وأحسن إنسانة في الدنيا، أنا كنت المدرس بتاعها ومع ذلك اتعلمت منها كتير. وبتواجه أوديت وديريك الساحرة فانج، لكن الساحرة بتحبسهم ورا الحيطة المرسوم عليها أجداد العيلة المالكة، وبتقول لهم إنها هتتجوز شن وميلي الحقيقية هتموت. وبيوصل ليه للإمبراطور وبيوريله الصورة اللي فيها فانج بتبوس شن، وبيقرر الإمبراطور إن هو يوقف اللهب المسحور. وبتتدخل فانج وبتترجاه إن هو ما يوقفش اللهب، وبتوعده انها هتمشي ومش هترجع تاني ابدا. وبيقرر الملك بعدها انه مش هيوقف اللهب المسحور. وبترجع ميلي المزيفة وتشكر الامبراطور ان هو مشى فانج، وبتبدأ مراسم الزواج وبتغني يوبرتا. وبتحلم ميلي الحقيقية انها قدرت تتحرر من اللعنة وبترجع لشين حبيبها مرة تانية، وبتصحى تقعد تعيط ودموعها تفك سجن ديريك وأوديت. ويجروا بسرعة علشان يعرفوا الامبراطور الحقيقة، وبيجي المدرس وهو شايل ميلي الحقيقية، وبتتحول ميلي وترجع لحقيقتها، وترجع فانج لشكلها الطبيعي، وتبدأ فانج تستخدم سحرها ضد الكل بما فيهم الإمبراطور. وتتحول فانج لتعبان وتحاول تأذي ميلي، لكن ليه أخوها وابن الإمبراطور بيحاول يوقف اللهب، لكن في الأول بيفشل وبتظهر له الروح بتساعده، وبعدها بيوقف اللهب وبيقف السحر. وبيودع الإمبراطور مع ميلي أوديت وديريك، بتتجوز ميلي شين وبترجع الحياة للإمبراطورية مرة تانية.